بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درسنا طريقة معرفة سرعة اتصالك بالإنترنت. أولا هنروح على المتصفح بتاعنا، وبعدين هنكتب هنا في شريط العناوين www.speedtest.net مش دوت كوم، هنضغط انتر. حولنا موقع قياس سرعة الإنترنت. استنى شوية، هنضغط على العلامة الصفرا دي أو العلامة الخضراء، هو بيجيب لك البنج والداونلود سبيد والابلود سبيد. وأنا استنى لما يخلص اختبار. طبعا زي ما انتم شايفين هو جاب لي سرعة الداونلود 2 ميجا وسبعين وسبعمية كيلو بايت، ودي سرعة الابلود 79 كيلو بايت. يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.